السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله راكم بخير وصحة جيدة يا ربي. ان شاء الله اليوم بغيت نوجد امامكم خبز مطلوع بالعجينة تاع الخميرة اللي وجدتها. راني وعدتكم قلت لكم ندير لكم فيديو بها، خليت غير شوية شي لاخر دخلتها الكونجيلاتور. راكم تشوفوا خليت مقدار مغرف صغيرة كما انا نعجن غير عجين صغير ما كثرتش، وشي لاخر كاع دخلتها في المجمد. واليوم باش راح نعجن بيسكو ما كاش السميد، راني ناس الخير راهم جابوا لنا دقيق القمح الكامل، السميد تاع القمح هذا اللي عاد مازال ما غربلتهش، راني بغيت ندير به الوصفه ونغربلها امامكم باش تعرفوا بلي لازم يتغربل. كاين اللي يحطوه ديريكتومون، هي لا لازم يتغربل. راكم تشوفوا راني دايره كيله معمره مليح تاع دقيق القمح الكامل مع نص كيله تاع الفرينه نورمال مغربله تاعنا وشويه ملح. هذا مكان باش تعرفوا باللي ما تحتاجوش الى خميره واحده اخرى. هذا ان شاء الله غادي نخدموا به خبز ولا اروع. نوخر شويه الكاميرا، نجيب القصعه تاعي. الحاجه الاولى اللي نديرها نغربل الدقيق القمح تاعي باش تشوفوا النخاله تاعه. فوالا نغربلها مليح مليح، ما تغربلوش في الغربي المويه، غربلو فيه هذه كيما هذه صغيره باش تشد لكم النخاله. كما تشوفوا راهي هود غير الرقيق وتبقى لي النخاله، هي اللي نقلص بها العجين تاعي ان شاء الله. فوالا كما تشوفوا راهي بان غير الاحمر الفوقاني. نزيدو نصفو مادام السميد يهود، مادام ما نحبسوش يبقى لنا غير الخشين، هذا هو الاحمر مازال. فوالا انا غادي نزيد نغربله بصح تقلعوا الاحمر هذا اللي فيه وتخلوه على جهه ان شاء الله كي تخمر لكم العجينه تاعكم تقرصوا ان شاء الله المطلوع تاعكم. هذا واش بقى لي من اللي غربلته راكم تشوفوا، هذا الاحمر يبقى الاحمر نديره في طبسي باش من بعد ان شاء الله نستعمله. هذا ما تقيسوش. بسم الله نكمل الوصفه تاعنا. ندير الفرينه تاعي وندير الملح ونحط هذيك الخميره المعجونه. هذه ماشي الخميره البلديه، هذه الخميره المعجونه اللي نخدموها بالخميره الفوريه تاعنا تاع الخبز اللي نشروها في لي باكي. نحط هذه بسم الله. الاخوات اللي يصنعوا هذه العجينه ان شاء الله بعد الفيديو ويبغوا يستعملوا الخبز كل يوم ما يدخلوش الكونجيلاتور، غير هذه العلبه ويخلوها معمره كل يوم يفدوا مغرف حتى اللي تكمل لهم يعاود يدير واحدة أخرى. نروح نجيب شوية ما دافي باش نعجن المطلوعة تاعي. فوالا راح نجيب شوية ما دافي نعاود نرجع. راني جبت الما دافي غادي نلمه، هاهي العجينة تاعي المعجونة غادي نحلها شوية تاع الما. راكم تشوفوا ها هي المعجونة. نحلها غير شويه هكا ونبدا نخلط في العجين تاعي نورمال، نلمو كيما نلمو اي عجين واحد اخر. دقيق القمح الكامل نعرفو كاع بالفايده تاعو والالياف اللي فيه، راه صحي وكاع الناس بكري كانوا ياكلوه، غير هو وشويه لبن ولا شويه حليب وفيه البركه. نلم العجينة تاعي انا بيسكو انا غير مول الفطور انا في العصر، عجنت غير كمية صغيرة للعشاء. هكا ما نضيعو ما نخلو حاجة تخسر لنا. راني لميتها غير شويه تاع الما دافي، لازم الما يكون دافي ماشي طابخ. راكم تشوفوا راهي خشينه وهي لازم لها الما. فوالا هذه لابوطه هي كملت، لازم لها الما. هذا الدقيق القمح راه يشرب الما، لازم له العجن. تعجنوه وديروا الماء، تعجنوا وديروا الماء، تعجنوها مليح مليح هو راه يشرب الماء. كل ما تزيدوا غادي ترماركوا باللي يخصها الماء، غادي تعطوه حقه في العجن. كتشوفوا غير مدله شويه ما راه يعاود ينشف ليه.
تعجنوا بهذه بالبونيه، تعاودوا تردوا العجينه وتمدوا لها العجن الكافي. هاي مازال حرشه في يدي، لازم نعطيها الماء والعجن. عجنتها مليح مليح، لازم تعجنوها وتعطوها وقتها وحقها في العجن. شوفوا كيفاش ولات لي، لازم توليكم كي من هكا. قبيلات كانت ناشفت لي مليح، وعطيتها دبزه وما دبزه وما دبزه وما حتى اللي طرات لي. مادام نعطيها الماء مادام هتشرب حتى اللي تحسوا فيها، صاي كاع هذاك الدقيق القمح راه دخل لداخلها، اندمج مع العجينه وتوليكم كي من هكا. دروك خلوها تخمر عادي كيما ايتوها عجينه واحده اخرى. هذه معجونه بالخميره المعجونه، والاخرين بالخميره الفوريه نورمال راكم تشوفوا. غادي نخليها ان شاء الله نغطيها مليح في كيس بلاستيكي، نخليها تخمر ونتلاقاو ان شاء الله. راهي خمرت لي العجينه تاعي ما شاء الله، شوفوا كيفاش غير بالخميره هذيك المعجونه تاعنا، وما تخافوش منها. ها هي ما درت لها حتى اضافه الدقيق القمح الكامل، شويه فرينه وشويه ملح، وهذيك الخميره اللي صنعناها راهي ما شاء الله كيما العجائن الاخرين. نجيب شويه زيت نديرها في يديا باش ندرس العجينه تاعي، نهود لها شويه العجل الخميره تاعها. فوالا، كاين اللي بغى يخليها خبزه كبيره، انا غادي نديرها زوج قرصات. نعاود ردها على بعضها، دقيق القمح الكامل راه فيه منفعه وفيه الصحه، حتى ما درتش بزاف بصح فوالا خاطر ندير شويه شويه. الله يخلف على الناس الخير. دروك غادي نقرصه، في هذيك النخاله نقرصها، في هذيك النخاله اللي قلعتها البيلات كي كنت نغرب في الدقيق القمح تاعي ولا السميد تاع القمح، نبدا نقرص فيها عادي. المهم هذوك الفتحات هذوك نعاود نلمهم مليح مليح. فوالا نقرصها، وكاين اللي بغى يدير فيها السانوج ولا كل واحد والذوق تاعه. نجيب السنيد تاعي في بابي كويسون، وانا قبل ما نبدا دروك نقرص العجينه تاعي انا مشيت شحلت على الفرن تاعي على نار متوسطه، نخليه يحمى بلا ما قرصت وبلا ما عاودت خمرت الخميره الزوجه تاعها. فوالا تشوفوا الزوجه، نعاود نلمها مليح مليح ونقرصها. المهم غير غربلوه باش ما تطيبوش بيه بالنخاله تاعه، تبقى لكم. وهذه النخاله اللي غادي تبقى ما غاديش نعاود نردها مع الدقيق القمح تاعي الاخر، هذه غادي نخليها في قابسه صغيره نبلع عليها، وكل ما نعاود نغربل نلقى النخاله نزيدها على هذه ونبدا نقرص فيها الخبز تاعي عادي. نحول العجينه تاعي، نعاود نخليهم يخمروا الخميره الزاوجه تاعهم 15 دقيقة، راه البرد بزاف والكوزينة تاعي راهي باردة، نخليهم 15 دقيقة، ولا كان الكوزينة تاعكم سخونة 10 دقايق تكفيكم. نعودها مليح، زدها شوية تاع النخالة، تزيدو وتمسحو. الشهر الفضيل راه جاي، كل خطره نديرو نوع، كل خطره نديرو حاجه. نقرص الزوجه نخليها تخمر هي والخبزه الاخرى، زيد شويه تاع النخاله. فوالا نخليهم يخمروا عادي ونطيبهم ان شاء الله على نار متوسطه، نعاود نوريهم لكم ان شاء الله كي يطيب. راه طاب الخبز تاعي ما شاء الله، شوفوا راه طاب مليح مليح، وخمر في الثاني في الفرن طلع لي ما شاء الله. تعجنوه بالخميره هذيك المعجونه عادي كيما ايتوها خميره تاع الفوريه، شوفوا راه خفيف راه حامي بزاف. والخميره هذيك المعجونه تجيكم مع كاع المعجنات تاعكم، ماشي غير هذا العجين ولا هذا الخبز، راهي تجي مع كاع كل انواع المعجنات. ديك
نقسم لكم باش تشوفوه الخبز تاعي كيفاش جا. شوفوا يجي ما شاء الله، راه عاد سخون. شوفوا بسم الله، ان شاء الله يكون عجبكم ويكون الفيديو هذا يكون خفيف عليكم ان شاء الله، وتجربوه وتسيوه وينجح لكم كي هذا الخبز تاع دقيق القمح كي الخميره المعجونه. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتعطوني رايكم في التعاليق، ولا عجبتكم خلوا لي لايك وديروا لي بارطاج ان شاء الله، وباش يوصلكم كل ما هو جديد فعلوا القناه، ديروا ابوني وفعلوا الجرس ان شاء الله. خليكم الصحه والراحه، تهلوا في رواحكم، تهلوا في صحتكم، والسلام عليكم.